ثورة في عروض الاشتراك، هكذا عنونت شركة ميديتيل ندوتها الصحفية أمس الاثنين، مطلقة عروضا جديدة اعتبرت أنها مبتكرة وشفافة، من شأنها أن تجعل الشركة تخلق الحدث من خلال هذه العروض. هاد لوفر ايليميتي هادي سيت اون اوفر اللي لابد ندخلوها للمغرب، كاينه في كاع البلدان ديال اوروبا وبزاف ديال البلدان في الموين اوريون وفي افريك. دونك سيت اون اوفر كي نيسيسير باش ندخلوها في المارشي ماروكا. غير حنا دخلناها بالنسبه لواحد الثمن ان بري داكسي كي تري ريزونابل. دونك كان هادي واحد الشهور كانت وضعات هاد لوفر هادي في المغرب، ولكن كانت واحد الثمن اللي حنا كنظنوا كان شويه طالع، اللي كان ب 499 درهم و 649 درهم. اليوم دخلنا واحد اون اوفر كتبدا في 199 درهم بالنسبه للناس اللي عندهم ان يوزاج اللي غيتصلوا ني ليميتي للشبكات الوطنيه الثابته والمحموله. لو ميور دي تكنولوجي لو ميور دي ديبي. ميديتيل في شخص مديرها التجاري للمبيعات عبد الرحمن منير أكد على أن العرضين الجديدين سيمكنان زبناء الشركة من الحصول على خدمات أفضل، سواء من حيث أسعار العروض ومدة الاتصال اللامحدودة وخدمة الإنترنت والرسائل القصيرة. حنا تنبغيو العروض ماشي لا بدا تزاد، ولكن بغينا تكون دو لينوفاسيون، بغينا نجيبو عروض اللي يكونوا في المستوى في المتناول الجميع، هذا هو اللي مهم عندنا. وما بغيناش الواحد يبقى يحسب شنو كيدير واش يمكن لي نعيط، اللي بغى يهضر يجبد التليفون ديالو يتكلم وتكون عنده لافوا وتكون عنده الانترنت ويكونوا لي زوزاج، اون فو ليبيري لي زوزاج. فورفي 199 درهم وفورفي 399 هما عرضي ميديتيل الجديدين اللامحدودين، اللذين أكدت ميديتيل أن الهدف منهما هو تقديم خدمة جيدة للزبون. قبل ما تخرجوا تابوناو في لاشين ديالنا سور يوتيوب وبارطاجيو لو كونتوني في لي ريزو سوسيو، وبلا ما تنساو ديروا جيم. ولا بغيتو تشوفوا شاشه تشوف تي في، ان سامبل كليك في هذا لو بوطون، وما فيها باس الا خليتو شي تعليق تعبروا فيه على ارائكم اقتراحاتكم وحتى انتقاداتكم.